نورنا. مصطفى عادل فوده بيقول صباح الجمال على اعظم برنامج منورين قناه نادينا العظيم. استاذه نهواند واستاذ كريم، بالتوفيق ان شاء الله لنادي قرن بالفوز على ام بي بعد فتره غياب دامت اكثر من 3 شهور. هيثم العسوي شايف ان النتيجه هتنتهي 2-0 لصالح النادي الاهلي. في 5-0 هنا. كريمه انزيل صباح الخير، ان شاء الله 5-0. ومحمد سيد صباح الفل على اجمل واحسن مذيعين في مصر، ان شاء الله هيكسب 2-0. هشام دبرداش صباحكم اهلاوي ان شاء الله بطعم النصر للفرسان الحمر، وباذن الله اتوقع 3-1 لصالح الفرسان الحمر مع اطيب التمنيات بدوام التوفيق والنجاح. ابو عبد الرحمن صباحكم كله نغم على انغام نهواندي يا سيدي انا، ويومكم جميل باذن الله. مين تاني؟ امير المستكاوي صباح الخير على اجمل صباح، باذن الله هنكسب 2-0. اسمت جدلة صباح الورد 1-0، دي جديدة بقى، أول مرة حد يقول هذا التوقع. اكتفى قنوع يعني. هو قنوع 1-0 بس إن شاء الله احنا مش عايزين نقل عن 3 يعني. أدهم جلال صباح الخير، صباح ظهور الأهلي من جديد، إن شاء الله الأهلي يفوز 2-0. وعبد الله إبراهيم صباح الفل على كل الأهلاوية، وإن شاء الله الأهلي يفوز 4-0. ومحمد عوض صباح الخير عليكم، وإن شاء الله متألقين دايما، إن شاء الله الأهلي يكرر الخماسيات ويفوز 5-0. بحب جدا وبيسعدنا جدا لما جمهورنا وأهلنا بيتفرجوا علينا وبيقولوا لنا كلام كده فيه تشجيع ودعوة حلوة، يعني أنا بحس والله الواحد بيشتغل، وزي ما أنا بقول دايما الهاشتاج أنت وسط أهلك، فيعني يا رب دايما كده مزيد من يعني النجاح، إن إحنا نقدر كمان نحقق أو نكون عند حسن ظن حضراتكم. نروح لمحمد مصطفى صباح الخير والنور عليكم، إن شاء الله 4-0. ده برضو فيه كده طموح حلو يا رب. الطموح مش وحش. لا لا لا، على فكرة وخصوصا لما يكون فريقك عنده قدرة على تنفيذ الطموح. أنا أشعر النهاردة وأنا بقى هتكلم عن توقعاتي، أنا أشعر النهاردة المباراة هيبقى فيها شيء غير متوقع تماما، يعني إحنا ممكن نعدي. كنتيجة قصدك ولا كأداء؟ كأداء يعني ده ما فيهوش كلام، أنا بتكلم كنتيجة. لا إحنا ممكن فعلا النهاردة نحرز الأربعة وممكن الخمسة، يعني ممكن حد يسمع بس لا موجودة، بس إن شاء الله تاني بقولها ما نقلش عن 3 إن شاء الله. أحمد بيقول صباح الفل عليكم، وإن شاء الله الأهلي يكسب 3-0. أحمد سيف صباح الخير جدا، إن شاء الله فوز الأهلي 2-0 على إمبي. صبري دياب صباح السعادة والتفاؤل، إن شاء الله الأهلي هيكسب 3-0. أنا كمان بدعي ده يا رب. محمد السيد الزهداني صباح الفل والياسمين، إن شاء الله الأهلي هيفوز 3-1. وأم روان هاني صباح الخير، إن شاء الله فوز الأهلي 3-0. بدر علي أحلى صباح على الأهلوية كلهم، إن شاء الله هنكسب 3-0. أوكي. محمد المنتصر صباح جميل على قناة الأهلوية، الفوز 3-0 إن شاء الله. وآدم ناصر بيقول إن شاء الله الأهلي هيفوز 2-0 على إم بي. اسلام صلاح بعت على الهاشتاج بيقول هنكسب 4-0. اهو بص الارقام اهي، الاربعات برضو عليها اقبال. احمد خاطر صباح الخير على كل الاهلاويه، وان شاء الله الاهلي يفوز 3-0. ومعاذ سند 2-0 للاهلي ان شاء الله. محمد هارون صباح الفل على احلى برنامج، وان شاء الله كل التوفيق النهارده لنادي القرن امام انبي. عمر شادي ان شاء الله فوز الاهلي 4-0 بيقول اهلاوي انا. ومحمد سينجر بيقول صباح الجمال عليكم، ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0. محمود إبراهيم إن شاء الله نفوز ب 3-1. أبو رنا 4-0. وبنتكلم عن يحيى الشيمي هنا بيتكلم برضو في 3-0. وعمر أبو حنين 2-0. يعني بص لحد دلوقتي نقدر نقول الإجماع على يا 3-0 من يا أول 3 وأنت طالعة صح؟ لا، وفي كتير برضو كانوا قايلين 2-0. عمر بيقول 3-0 للأهلي إن شاء الله. محمود ممدوح بيقول 2-0. والبروفيسور بيقول 4-0 للاهلي كالعاده. طالما بروفيسور يبقى ده مشجع عميق، خدي منه الكلمه ما تتنيهاش على طول. احمد العزبي صباح الخير على نادي القرن الافريقي الماضي والحالي، وان شاء الله فوز الاهلي 3-0. ومحمد كرم بيقول صباحكم فل ان شاء الله لكل من ينتمي للكيان المارد الاحمر. واخيرا وليس اخرا علي سيد صباح الورد والفل والياسمين عليكم جميعا، ان شاء الله الاهلي يفوز النهارده 3-0. يعني هنشوف وان شاء الله متوقعين خير وبنأمل خير، وتابعونا الساعة 6 وهنبدأ الاستوديو التحليلي بتاعنا ونشوف إن شاء الله كده المباراة النتيجة هتكون كام، وبنتمنى كل طبعا التوفيق للي بعتولنا وتوقعاتهم، وإن شاء الله الفائزين يكونوا من البرنامج بتاع 10 الصبح في الأهلي.